في الفيديو النهاردة هنرد على سؤال كارثي. بحب واحدة قريبتي، اعمل ايه؟ طبعا ازيكم يا اصيع واجمد واكتر رجالة في العالم عندها اخلاق وتفكير مخ كمان في نفس الوقت. الموضوع ده اتسأل لي بكميات بجد والله العظيم رهيبة. الفيديو ده انا مش هقولك طريقة تخش بيها مثلا على بنت عمتك، يعني هو يعني ايه هو إيه احنا بقى ايه، فاهم قصدي ايه؟ بص يعني في حتت كده شائكة. انا هقولك بصراحة، انا هقولك كأني بفكر بصوت عالي في الموضوع عشان بس تبقى فاهم، لان انا عندي برضو ولاد عمة وولاد ولاد خال بنات خال يعني، وبنات عمة. فالموضوع بالنسبة لي لازم يبقى فيه شوية تفكير. لو انا شخص، انا بقولك بكلمك بفكر بصوت عالي عشان محدش ياخد كلامي ده يقولك يعني انا بفكر بصوت عالي، استنوا خلاص، بحط اللي هو كل الافكار كده قدامكم، ما تستعملهاش ضدي، احنا بنفكر مع بعض. قشطه. وارد جدا ان انا لو انا ما بعرفش اصلا، يعني في الدايره بتاعتي مفيش بنات كتير، كلهم اغلبيتهم ولاد. في المدرسه او الجامعه اصلا ما بتكلمش مع بنات، لان انا بحترم الدين وبمشي على الصح وكده. فلو انا شفت اول واحده جت قدامي وبشوفها كتير بنت عمتي او بنت خالتي، فعادي جدا انت طبعا بتتعامل هي بنت خالك، بس ما هو طبيعي برضو، اصل دي برضو واحدة تجوز لك، فطبيعي جدا ان انت ممكن يكون ايه الشيطان بقى دخل لك دخلة تانية خالص، يعني انت بقى اللي هو مانع نفسك، والله انا نيتي كويسة والكلام ده كله، وبعد كده جاي وواحدة قريبتك، واحدة بنت ومحجبة ملتزمة كل حاجة، بس قاعدة مع بتظهر لكم في الغدا، بتشوفها تيجي تتكلم معاك كلمتين حلوين، رحت متعلق. فمش شرط خالص يكون السبب اللي انت عايز ترتبط او تقرب من قريبتك ده يكون عشان انت فعلا عايز تقرب منها، او يعني ممكن، انا بقول احتمال عشان بس تفكر كويس، لان زي ما قلنا المنطقة دي مشوكة قوي. فلو انت هتعمل خطوة زي دي لازم تفكر كويس قوي، فعلا عايز اقرب منها، ولا ده انا عشان انا معرفش اي حاجة اصلا في الحياة، ولا بنات، ولا انا قاعد لوحدي. كمل كده لو عايز، بس مش الحل بقى في الموقف ده ان انت بقى تبتدي تتعلق بحاجات خطر. قعدت مع نفسي وفكرت، اوكي انا دلوقتي المواصفات اللي انا عايزها في زوجة، وانا عندي 17 18 19 21 سنة. هقول لك تفكر تاني لو انت فعلا متأكد ان الصفات هي دي اللي انت عايزها في الزوجة، لان انت 17 18 19 لحد 30 سنة ممكن عادي جدا تكون انت بتفكر في مواصفات معينة وموجودة فيها، بس مش هي دي المواصفات اللي انت في السن ده دلوقتي اللي انت بتفكر صح ان هي دي فعلا المواصفات اللي انت عايز لما تيجي تتجوز تبقى قادر تتجوز، تبقى دي المواصفات دي. نقطة. النقطة التانية، 17 18 19 سنة، انا بقول لك انا بقى انا لازم اتكلم، انت دلوقتي انت بتسألني رأيي، انا هقول لك ابعد عن القصة دي تماما وما تسألنيش فيها بعد كده، لان ده اللي انا هقوله هو الحاجات دي في وسط العيلة الغلطة بجون، لان دي فيها مصايب. يعني انت لو هي انت فعلا مثلا هي عجباك برضو، بس انت يعني انتوا قاعدين خالك ولا عمك ولا عمتك ولا ايا كان الشخص، والبنت بتظهر قدامك كتير. انا بيني وبين نفسي، انا بفكر بيني وبين، انا بقول لنفسي يعني لو انا قاعد في الموقف ده واللي هي قاعده قدامي وببص يا سلام ايه ده الجمال ده، وابوها جنبها ولا اخوها جنبها، حاجه يعني عيب قوي يعني. والموضوع ده هقفل بقي عنه خالص لحد ما ابقى فعلا قادر اتجوز، او هقول لابويا او امي، لانه ما ينفعش ان انا اسيب الموضوع ده مثلا واقعد اكلم ايه اصحابي اختي روحي نشوفي كده النظام، لا ما هو كده بقى الموضوع، لانه بقول لك في احترام معين وفي علاقات معينه في العيله، ما ينفعش تخلي اختك عشان انتوا بقى تفهموا بعض ولا بتاع تروح تسالها تجس نبضها. ما لو جست نبضها وفرضنا ان هي قشطه تمام، وانت عندك 17 سنه و18 سنه، لو حد شم خبر هيبقى فيها قطيعه بين العيله، يعني ممكن تحصل مصايب فيها، فيها تقل التقدير لعمك ولا خالك ولا خالت يعني، ولا اخواتهم ولا جوز عمتك، يعني فيها عك جامد. فلو انت بتسالني انا هقول لك انا لا، انا يعني لو انا بره اللعبه دي، يعني لو انت مش جاهز، يعني لو انت ناوي مثلا بما انها في العيله وانت عندك 17 18 سنه، ممكن تقول لامك او باباك انا بفكر اعمل كذا 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 وهي شداني وبتاع وكده، يا بابا ايه النظام، هل اعمل الخطوه دي، وتفكر قبل ما تقول لهم اصلا هل انت فعلا عايز ده ولا هي قشطه فعلا، هل هي الشخص ده ولا لا، عشان لو اتفتح الموضوع الاهلي طبعا في الحاجات دي يا اما هيقول لك نعم كده، او يقول لك ليه يا حبيبي مش عارف ايه، وبعد كده حتى لو انت قلت له طب خلاص يا بابا انا هصرف نظر، وانت تكون هتصرف نظر فعلا، هيفضل طول الوقت بقى ايه لو بصيت لها كلمه ولا بتاع هيروح يقول لك لا حول ولا قوه الا بالله، يا ابني عيب يعني مش هيسيبوك. ف
فكر كويس قبل ما تفتح القصة دي، لو فعلا متأكد 100% ان هي الشخص المناسب اللي انت عايز تعرفه او تقرب منه بالشكل اللي هو بتاع ده، يبقى القرب بتاعك منها يكون قرب بشكل في النور قدام الناس، قدام اهلك وابوك وامك، وتقول لابوك وامك وهم هيقولوا لك رايهم، ولو هم قشطه بالنسبه لهم الموضوع تمام يبقى قشطه تكمل في الموضوع. فكروا لك بقى، يقول لك اراء، يقول لك تعالى ممكن نخطب، تعالى لما اول ما تخش الجامعه بس نبتدي مش عارف ايه، ممكن يكون عايزين يصونوكوا انتوا الاثنين فيبقى الدنيا تمام في الموضوع، او هيقول لك لا. فالموضوع هيتقفل لحد ما انت تبقى جاهز ان انت تاخد الخطوه، وحتى تروح انت من غير ما تقول لهم لعمك ولا عمتك ولا بتاع، تقول لهم انا عايز اتجوز، لو انت بقى خلاص هتقتيل. طبعا انا مش بقول لك تعمل كده عشان مش بفضل ده، بس قصدي ما تعملش الخطوه دي غير لو انت فعلا هينفع تعمل ده، مش ان انت اللي هو والله انا عندي مستقبل باهر قدام، انا يوتيوبر ومستقبلي باهر. لا لا لا، انسى الكلام ده في الحاجات اللي هي شبه كده في وسط العيلة، انسى سامحني، ده دي حتة دمار. كنتش احب ان انا يعني ازعلك، بس للاسف كان لازم تسمع الكلام ده. وشكرا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي، وشكرا ان انت فكرت كويس قبل ما تعمل حاجه تندم عليها او تعمل مشاكل تدمر لك حياتك وتدمر علاقتك مع عيلتك وصله الرحم بتاعتك تتدمر. وبس اشوفك في الفيديو الجاي. سلام.